بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 2 يونت 2 كونسبت 2.1. فاكرين الكونسبت ده كان بيتكلم عن ايه يا شباب؟ ثيرمال انرجي اند ستيتس اوف ماتر، يعني الطاقة الحرارية وحالات المادة. هنبدأ النهارده ان شاء الله نشرح مع بعض ليسون 5 او الدرس الخامس في كونسبت 2.1. وكالعادة في بداية كل حلقة بحب أفكركم بإن احنا نجيب التولز أو الأدوات بتاعتنا جنبنا واحنا بنتفرج على الحلقة، زي القلم والورقة والكتاب أو المذكرة اللي بنذاكر منها، علشان ما نضطرش إن احنا نقوم كل شوية نجيب حاجة. ودلوقتي هخرج فاصل صغير، تروحوا تجيبوا الأدوات وترجعوا تكملوا حلقة النهاردة معانا. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدا نشرح مع بعض ليسون 5 في كونسبت 2.1. وهنبدا الحلقه دي يا شباب بالاكتيفيتي نمبر 9 او بالنشاط رقم 9 اللي بيتكلم عن ايه؟ ميكينج ا ثرمومتر، صناعه الترمومتر. ازاي نصنع ترمومتر او ازاي هم فكروا في تصنيع الترمومتر وعملوا الترمومتر اللي احنا بنقيس بيه درجات الحراره دلوقتي. بس كالعاده هنبدا بسؤالين صغيرين كده كريفيجن او كمراجعه الاجزاء اللي فاتت. بيقول لي look at the opposite picture، بص على الصورة اللي قدامك ديت أو الصورة المقابلة، then put right or wrong، ثم ضع علامة صح أو علامة خطأ. معنا two beakers، beaker A و beaker B، ومن الواضح كده إن beaker A فيه hot water و beaker B فيه cold water، وفي كده زي coin أو عملة محطوطة في كل كوباية من الكوبايتين دول. عملة زي جنيه مثلا، جنيه فضة كده محطوط فين؟ في الكوبايتين، هنا وهنا. بيقول لي When a coin is placed in a beaker A, its molecules come close together and expand. لما تحط العملة في الكوباية A اللي هي فيها مية سخنة، الجزيئات بتاعة العملة ديت أو الكوين ديت هتقرب من بعضها وتتمدد. ها رايت ولا رونج؟ ها طبعا الكلام ده رونج. ازاي هتقرب من بعضها؟ هتقرب من بعضها يعني يحصل لها كونتراكت، تنكمش، صح؟ طب هي في مية سخنة مش هتنكمش، expand هتتمدد، يبقى عمر ما المولكيولز تقرب من بعضها لازم ايه؟ move away from each other، يبعدوا عن بعض او يتحركوا بعيد عن بعض. يبقى الجملة دي فيها حاجة غلط، صح كده؟ يبقى الجملة كلها wrong، كل ده wrong، لان لما احط الكوين في مية سخنة هيحصل ان المولكيولز بتاعته gain thermal energy، هتكسب طاقة حرارية، فيحصل لها expansion فتتمدد، and spaces will increase، والمسافات اللي ما بينهم هتزيد، والفورس اللي ما بينهم decrease هتقل، صح؟ and the molecules move faster، والجزيئات تتحرك اسرع فيحصل لها expansion. جميل كده؟ قال لي طيب السؤال التاني بقى، when a coin is placed in beaker B، لما احط العملة المعدنية ديت في الكوباية B، it contract هتنكمش. قلت له طبعا الكلام ده رايت، الكلام ده صح، لان انت حطيت العملة في مية باردة، طالما حطيناها في مياه بارده يبقى الثيرمال انرجي ديكريز والكاينيتيك انرجي ديكريز، اند مولكيولز موف سلولي اند كام كلوز توجذر، ويقربوا من بعض ويحصل لهم كونتراكشن، صح كده يا شباب؟ مش ده اللي احنا اتعلمناه لما نسخن ماده او نبرد ماده؟ جميل جدا، تعالوا نكمل مع بعض. قال لي طب دلوقتي in this activity، في النشاط ده you will make a model of a thermometer، تعالى نعمل نموذج للترمومتر. قلت له طيب ايه التولز او الادوات اللي انا محتاجها؟ قال لي بلاستيك بوتل كونتينز 50 ملي لتر اوف الكحول اند 50 ملي لتر اوف ووتر، ازازه بلاستيك فيها نصها او نص الكميه اللي فيها كحول ونص الكميه ميه، بلاستيك سترو اللي هو شاليمو او شفاطه من بتاعه العصير، بول كونتينز هوت ووتر، واناء او وعاء فيه ميه سخنه، كلي اللي هو الطين الصلصال، A bowl contains cold water ووعاء فيه مية باردة، and eyedropper contains red dye وقطارة فيها صبغة لونها أحمر علشان نستخدمها كحاجة تميز المية والكحول وهو بيطلع وهو بينزل وهو بيحصل له contraction وبيحصل له expansion. قلت له طيب وبعدين؟ قال لي follow these steps، اتبع هذه الخطوات. ايه الخطوات دي بقى؟ بيقول لي number one add 3 drops of red dye in the plastic bottle، تعال على الإزازة اللي فيها مية وكحول وضيف
ثلاث نقط من الصبغة اللي لونها أحمر. وبعدين قال لي put the straw in the bottle and fix it by using the clay as shown. حط الشليمو أو الشفاطة ديت جوه الإزازة وثبتها من فوق بالطين الصلصال. Then measure the height of the red liquid in the straw at room temperature. وقيس ارتفاع السائل اللي لونه أحمر داخل الشاليمو تمام في درجة حرارة الغرفة العادية، يعني قبل ما تسخن وقبل ما تبرد، أو قبل ما تحطها في مية سخنة وقبل ما تحطها في مية ساقعة. قيس ارتفاع السائل اللي لونه أحمر جوه الشاليمو قد إيه، تمام، طبعا بالرولر أو بالمسطرة. طب وبعدين قال لي step number 3 أو الخطوة التالتة، place the plastic bottle in a bowl of hot water and measure the height of the red liquid in the straw. يعني حط الإزازة اللي انت عملتها ديت في مية سخنة، وبعدين قيس الارتفاع بتاع السائل اللي لونه أحمر داخل الشاليمو اللي انت حطيته. قلت له طيب هلاقي ان الهايت ده انكريز، صح؟ الارتفاع بتاع السائل لونه أحمر زايد. قال لي the observation أو المشاهدة بتاعتي the height of the red liquid in the straw increases when the bottle is placed into the hot water. يعني ارتفاع السائل الأحمر زاد لما حطيت الإزازة في مية سخنة. قال لي هتعيد نفس التجربة بس تحطها في مية باردة. Place the plastic bottle in a bowl of cold water and measure the height of the red liquid in the straw. طيب تعالى كده نحط الإزازة في مية ساقعة ونقيس الارتفاع بتاع السائل اللي لونه أحمر جوه الشاليمو بتاعتنا، شوف ايه اللي هيحصل. قال لي the height of the red liquid in the straw decreases when the plastic bottle is placed into cold water. يعني الارتفاع بتاع السائل الأحمر هيقل لما نحط الإزازة في مية باردة. قلت له فعلا ده حصل. وبعدين قال لي دلوقتي احنا محتاجين نكتب الكونكلوجنز او الاستنتاجات اللي احنا وصلنا لها. قال لي هيبقى عندي تو كونكلوجنز، عندي استنتاجين، واحد لما حطينا الازازه في ميه سخنه، واحد لما حطينا الازازه في ميه ساقعه، صح كده؟ قال لي ان باول فوت ووتر، في الاناء اللي فيه ميه سخنه، ذا تمبريتشر اوف ريد ليكويد انكريزز، درجه حراره السائل الاحمر زادت. So the molecules of the red liquid spread out and the spaces between them increase. يعني ايه؟ يعني ولذلك الجزيئات بتاعة السائل اللي لونه أحمر انتشرت وتمددت والمسافات ما بينهم زادت. قال this leads to the expansion of molecules of red liquid. وده أدى إلى تمدد الجزيئات بتاعة السائل اللي لونه أحمر. And increases the height of red liquid in the straw. وده زود ارتفاع السائل اللي لونه أحمر داخل الشاليمو اللي احنا حطيناها جوه الإزازة. قلت له فعلا ده حصل. وبعدين قال لي in a bowl of cold water، طيب في الإناء اللي فيه مية ساقعة ايه اللي هيحصل؟ قال لي العكس اللي هيحصل. قلت له ازاي؟ قال لي the temperature of red liquid decreases، درجة حرارة السائل اللي لونه أحمر هتقل. So the molecules of the red liquid come close together and the spaces between them decreases. ولذلك الجزيئات بتاعة السائل لونه أحمر هتقرب من بعضها وهتنكمش، صح؟ والمسافات اللي ما بينهم هتقل. وبعد كده قال لي this leads to، وده هيؤدي إلى the contraction of the molecules of red liquid، هيؤدي إلى انكماش جزيئات السائل اللي لونه أحمر and decrease in the height of red liquid in the straw، وهيقلل ارتفاع السائل اللي لونه أحمر جوه الشاليمو اللي احنا حطيناها جوه الإزازة. تمام كده يا شباب؟ قلت له فعلا كل الكلام اللي حصل في الاكتيفيتي دي احنا شفناه واحنا فاهمين معناه، لان احنا اخدناه قبل كده ودلوقتي بنطبق المعلومات اللي احنا اخدناها، صح كده؟ قلت له جميل جدا، تعال نكمل سوا. قلت له دلوقتي هنوصل لسؤال تشيك يور اندرستاندينج او سؤال اختبار الفهم، وهو سؤال رايت ورونج عادي جدا، سؤالين صغيرين. طبعا انا مش بجاوبهم ولكن بديكم فرصه تقروا الاسئله وتفهموها معايا وانا بشرحها، بعدين توقفوا الفيديو وتكتبوا الاجابات في الكومنتس او في التعليقات اللي اسفل الفيديو. بيقول لي when we heat a matter، لما نسخن ماده، its molecules come close together and contract، الجزيئات بتاعتها بتقرب من بعض وتكش او تنكمش، رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتقولوا. expansion occurs when we heat a matter، التمدد بيحدث لما نسخن ماده، رايت ولا رونج؟ يلا يا شباب بسرعه نوقف الفيديو ونكتب الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات الاسفل الفيديو. دلوقتي هنروح للاكتيفيتي نمبر 10 او للنشاط رقم 10 اللي بيتكلم عن increasing thermal energy، زياده الطاقه الحراريه. طبعا كل اللي قدامنا في الصوره دي ثرمومترز او ترمومترات، ممكن يكون الوانها مختلفه ودرجات الحراره كمان اللي بتقيسها مختلفه، صح كده؟
بيقول لي you have learned that when a matter is heated the thermal energy of matter increases so the molecules of matter move faster and their kinetic energy increases so the temperature of matter increases. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي احنا اتعلمنا او انت اتعلمت ان اي مادة لما بتتسخن الطاقة الحرارية بتاعتها بتزيد فالجزيئات بتاعتها بتتحرك اسرع فطاقة الحركة بتاعتها بتزيد فدرجة حرارتها في النهاية هتزيد، صح كده؟ قلت له فعلا كل المعلومات دي احنا درسناها وتعلمناها. طيب وبعدين؟ قال لي دلوقتي بقى انا هجيب لك سؤال تشيك يور اندرستاندينج كده، سؤال اختبار فهم عبارة عن كومبليت بس باستخدام بعض الوردز او بعض الكلمات اللي موجودة بتوين براكتس او اللي موجودة ما بين اقواس. هم اربع اسئلة ومعاك الكلمات اللي فوق تقدر تستخدمها. طبعا انا مش بحل السؤال دوت او سؤال تشيك يور اندرستاندينج، مستر احمد ندى مش بيحله بس بيقراه معانا وبيفهمه لنا وبعدين احنا نوقف الفيديو ونكتب الاجابات في الكومنتس او في التعليقات اللي اسفل الفيديو. نمبر 1 بيقول لي when the thermal energy of a matter increase، لما الطاقه الحراريه بتاعه الماده بتزيد ايه اللي هيحصل؟ قال لي انا هكتب لك كذا جمله وبعدين انت تختار الكلمات المناسبه للفراغات اللي موجوده. بيقول لي the kinetic energy of these molecules، الطاقه الحراريه للجزيئات دي هيحصل لها ايه؟ and move، وهتتحرك ازاي؟ the spaces between molecules of a matter، المسافات اللي ما بين الجزيئات هيحصل لها ايه؟ so the nuance of matter will rise، وايه اللي في الماده هيرتفع؟ and this matter will، والماده دي سوف يعني يحدث لها ايه؟ هيحصل لها ايه؟ يلا بسرعه كده نوقف الفيديو ونفكر كويس في الجمل دي ونختار الاجابات المظبوطه ونكتبها في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو عشان اتاكد انكم فهمتوا المعلومه بشكل مظبوط. ودي يا شباب بعض الكلمات المهمة اللي جت في الليسون، طبعا احنا عارفين هنعمل فيها ايه. ولحد هنا يا شباب هتكون حلقة النهاردة خلصت، بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم دايما على خير ان شاء الله في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.